بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فقبل أن نبدأ بهذا المجلس 15 إكمالا للجواب في السؤال قبله، إكمال للسؤال في السؤال السابق في قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، الآية في سورة إبراهيم، فإن الله جل وعلا بعث كل نبي إلى قومه وأنزل إلى قومه بلسانهم، ونزل وحي الله عليه وعليهم بلسانهم ليحصل البيان، لأنه قال ليبين لهم ولم يقل جل وعلا ليتبين لهم، لأن التبين قد يعتريه عناد وكبر وصدود عن الحق، فإذا حصل أصل البيان قامت بهذا الحجة الرسالية. ونبدأ بدرسنا في حديث النواس بن سمعان. نعم، سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أحاديث في الفتن والحوادث: باب الدجال وصفته وما معه. ولمسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت به ورفعت فخفضت أحسن الله عملك ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل، فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرجوا أنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرجوا ولست فيكم فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه طافئة كأني أشبهه بعبد العز بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح أحسن الله عملك. قال: كالغيث استدبرته الريح فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كان ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخريبة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض، ثم يدعوه فيقبل أحسن الله إليكم ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك، فبينما هو كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر
وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى عليه السلام: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه، يعني إلى الله عز وجل، فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل، فيرسل عليهم طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدن ولا أحسن الله عملك. ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرة. كالزلفة بالفتح ولا كالزلفة؟ أحسن الله إليك، بالفتح. أي طيب، المشهور أنها زلفة أي نظيفة كالمرآة. أحسن الله عنك، ألا تكون كالزلقة؟ لا، يروى فيها وجهان: الزلفة بالفتح والزلفة بضم الزاي، فيها ضم الزاي وفيها فتحها. نعم، أحسن الله عمل. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أو كالزلفة. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحافها، ويبارك في الرسل. لا، الرسل ماتوا عليهم السلام، يبارك في الرسل، والرسل هو الحلبة من الناقة أو من الغنمة أو من البقرة. أي نعم، أحسن الله عملك. ويبارك في الرسل أو في الرسل، الرسل بكسر الراء مع تشديدها. أي نعم، عفى الله عنك. ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. بينما هم كذلك بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه مسلم في صحيحه بطوله، والشيخ المصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب الذي ترجم عليه بقوله: باب الدجال وصفته ومن معه، ذكر فيه 5 أحاديث. اختار هذه 5 اختيارا يدل على علمه وعلى فقهه، وذكر أجمعها أولها، وهو حديث النواس بن سمعان. وهذا مما يدل على علمه وفقه رحمه الله في حسن اختياره وانتقائه للأحاديث، ثم في ترتيب بعضها على بعض ليفسر بعضها بعضا. وحديث النواس بن سمعان هذا حديث طويل، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال النواس رضي الله عنه: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة، والغداة يعني يوم، ويراد بالغداة
أول اليوم، ولهذا تسمى صلاة الفجر بصلاة الغداة. فمعنى قولهم ذات غداة يعني ذات صباح، فخفض فيه ورفع. خفض فيه أي قلل من شأنه، ورفع أي رفع من شأن فتنته. فحقر الدجال لكنه رفع فتنته وشره وما يأتي به من البلاء. فهذا التخفيض والترفيع والذكر في أمر الدجال أهم الصحابة، حتى ظنوه وراءهم في طائفة نخل المدينة، أي أنه في ناحية من نواحي نخلها. قال: فلما رحنا إليه، أي رجعنا إليه بعد هذا الحديث، عرف ذلك فينا، رأى وجوههم متغيرة، فقال: ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت، حتى ظنناه في طائفة النخل، أنه في ناحية من ناحية نخل المدينة مستخف عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: غير الدجال أخوفني عليكم، أي إني أخاف عليكم شيئا أعظم من الدجال. وبالفعل خاف عليه الصلاة والسلام على أمته أمرين أعظم من مخافته عليهم الدجال. ما الأمران؟ الأول الشرك الخفي، الثاني الأئمة المضلين. ولهذا جاء في الحديث عند أهل السنن: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. حديث الآخر: ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من فتنة الدجال؟ قلنا: بلى. قال: لأئمة المضلون. طيب، الشرك الخفي والأئمة المضلون لا يبلغون الشرك الأكبر، والدجال فتنته كفر أكبر مخرج من الملة، فلماذا خاف علينا هذين الأمرين أعظم من مخافته علينا أعظم الفتن من لدن آدم إلى قيام الساعة، وهي فتنة الدجال؟ لما يا ترى؟ لأمرين: أن هاتين الفتنتين لا يسلم منهما الناس لا في أول الزمان ولا في آخره. الشرك الخفي يقوم على عدم المبالاة، وهو الرياء. الرياء يسيره شرك أصغر، وكثيره شرك أكبر، فقد لا يبالي به الناس لا في الأول ولا في الآخر، ويقعون في غوائله وفي شباكه. وكذا الأئمة المضلون، قد لا يبالى بهم وبشرهم وبباطلهم، فيضلون الناس عن دين الله. أما الدجال ففتنته ظاهرة جلية لا تخفى. الأمر الثاني: أن الدجال لا يفتتن به إلا من يطلع عليهم في آخر الزمان، ولهذا من مات قبل خروج الدجال فإنه سالم من شره. أما الشرك الخفي فمن يسلم منه إلا من سلمه الله وقوى قلبه وإيمانه، وكذا الأئمة المضلون. ولهذا قال هاهنا: غير الدجال أخوفني عليكم. أخوف يعني بمعنى أشد خوفا، من باب أفعل التفضيل. إن يخرج أي الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، إن خرج الدجال وأنا حي بين أظهركم أنا أكفيكم إياه، أنا أحاجه عنكم. وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم. الدجال سيخرج والنبي فينا ولا ليس فينا؟ ليس فينا، فاستخلف النبي ربنا على كل مسلم. ثم قال: إنه شاب قطط. هذا وصفه الخلق، شاب، ليس بالطفل الصغير الغلام ولا بالشيخ الكبير العجوز. إنه شاب قطط، أي شديد جعودة الشعر، عينه طافئة، العين اليمنى مفضوخة،
طافئة أي بيضة مفضوخة كأنها عنبة طافئة، كأنها العنبة المفضوخة، هذا عينه اليمنى. جاء في مسند أحمد وغيره عينه اليسرى كأنها عنبة طافئة. هل هذا تعارض في الأحاديث؟ الجواب لا، عينه في نفسه اليمنى، الرائي له يراها العين إيش؟ اليسرى بالنسبة للرائي. كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، وعبد العزة ابن قطن رجل كان من المشركين أعور العين اليمنى كأن عينه مفضوخة. قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الفواتح يعني إيش؟ أول آية ولا ثاني آية؟ العشر الآيات الأولى، كما جاء مفسرا في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر الأنصاري في صحيح مسلم: فاقرأوا عليه العشر الآيات الأولى من سورة الكهف. وفي الحديث: من إذا خرج الدجال فمن قرأ عليه العشر أو من حفظ العشر آيات من سورة الكهف عصم من شره. ثم قال: إنه خارج خلة، أي على حين غرة وفجأة وبغير حسبان، بين الشام والعراق، بين الشام والعراق. وهذا فيه ما أشار إليه النبي في غير ما حديث، أنه من ها هنا وأشار إلى المشرق أرض الفتن وقرن الشيطان، وهي أرض العراق. طيب، جاء في الأحاديث الأخرى أنه يخرج من أرض خراسان، من بلدة تسمى يهودية خراسان، هذا مبدأ خروجه. لكن خروجه الذي على حين غرة وعلى فجأة بين الشام والعراق، بعدما يسير، بعدما يسير بهذه المقالة الجائرة الظالمة الغاشمة، وهي ماذا؟ أنه رب العالمين. الدجال يتردى ويترقى في فتنته، يدعي أولا أنه ولي ويؤيد بخوارق. وكم من المسلمين الآن انخدعوا بمن يزعم فيهم الولاية، هذا ولينا من الأولياء، ولهذا يدعى ويستغاث به ويعتقد فيه البركة، ثم يترقى فيدعي أنه نبي لما يزاد له من الخوارق، ثم يزداد إلى أن يبلغ منتهى شره في ادعاء أنه رب العالمين. ولهذا خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، ولهذا سيطأ الأرض كلها. الدجال سيطأ الأرض كلها يمينا وشمالا. يا عباد الله فاثبتوا، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، اثبتوا على ماذا؟ على دينكم وعلى إيمانكم وتوحيدكم، لا يفتنكم الدجال، لا يصرفكم عن دينكم إلى الشرك به والإيمان به. ولهذا الدجال حرام عليه ثلاث بقاع: مكة وهي حرم الله، وحرام على الخبيث، بل هي حرام على من دونه من المشركين. ولهذا قال جل وعلا: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمدينة وهي حرم رسول الله، وهي حرام عليه، فإنه سيأتي يريد المدينة ويرى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من مكان بعيد، ويقول: هذا القصر الأبيض قصر محمد، ولكن تمنعه الملائكة من دخول المدينة من طرقها وهوجها، فينزل في شماليها في ملتقى أوديتها في أرض سبخة ذات ملح، هي أرض الجرف. بيت المقدس حرم الله وحرام عليه دخوله، لكنه سيجول في أنحائه وأكنافه. قلنا: يا رسول الله، وقد وفق الله الصحابة فسألوا هذه الأسئلة، الأسئلة الموفقة التي استفاد منها الصحابة واستفاد منها الناس بعدهم، ما لبثه في الأرض؟ أي كم يمكث ويلبث في الأرض؟ قال: 40 يوما. سبحان الله، عمر الدجال 40 يوم، هذه مدة نفاس يا أخواني. الجواب:
أن مدته من حين بلائه على الناس وفتنته إياهم أنه رب العالمين، لا من حين ولادته ونشأته، لا، من حين دعواه أنه رب العالمين. لكن الأربعين يوم متباينة، يوم كسنة أي في طوله، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وسائر أيامه كأيامكم. كم مجموعها؟ سنة وشهرين ونيف. فقال الصحابة رضي الله عنهم: ما أهمهم الدجال بقدر ما أهمتهم الصلاة. به تعرفون ميزة الصحابة على غيرهم. قالوا: فذلك اليوم الذي كسنة، أي اليوم الطويل، أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قلوبهم تعلقت بماذا؟ بالصلاة، بفرض الله، أعظم مما أهمهم أمر الدجال. فقال صلى الله عليه وسلم: لا أقدر له قدره. قوله لا أقدر له قدره هذا من جوامع الكلم، هذه الجملة أقدر له قدره اشتملت على علم عظيم. فأخذ منها العلماء أن كل مكان لا يستوي فيه الليل أو النهار فإننا في الصلاة والصيام نقدر له قدره. سأل أهل القطبين والدول الإسكندنافية، سألوا العلماء: كيف نصلي وكيف نصوم والشمس لا تغيب تسقط في الأفق، أو أنها في ظلام دامس؟ فيقدرون قدره بأقرب بلد عندهم فيه ليل ونهار، فتستقيم بذلك صلواتهم وصيامهم. هذا هو أن يقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، ما سرعته في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح. لو قال له مركب طائرة ما عرفوا الطائرة. إذا ساق الريح السحاب يسوقه بطيئا أو سريعا؟ سريعا. وهكذا الدجال في هذه المدة اليسيرة يطوف الأرض كلها كالغيث والسحاب الثقال إذا ساقته الرياح والهواء. ذكر من فتنته فيأتي على القوم فيدعوهم، يدعوهم إلى ماذا؟ إلى الإسلام، أليس كذلك؟ إلى ماذا يدعو الدجال؟ يدعو إلى الكفر، إلى الشرك، إلى الإيمان به ربا، فيؤمنون به ويستجيبون له. كيف آمن به هؤلاء واستجابوا له؟ لما معه من الخوارق والمخاريق التي يؤيده الله بها امتحانا وتمحيصا لإيمانه وابتلاء. وبهذا كانت فتنته أعظم الفتن وأشدها وأعظمها. لو تصبر عرفت أنه ليس فقط اليهود، حتى من المسلمين من سيتبعه. قال: فيدعوهم فيستجيبون له ويؤمنون به. فمن كمال البلاء وتمامه يأمر السماء عليهم فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، فتزداد فتنتهم به. أليس هو ربنا؟ أمطرنا بالسماء وأنبت لنا الأرض. فتروح عليهم سارحتهم أي بهائمهم إبلا وبقرا وغنما. بعد هذا المطر وهذا النبت أطول ما كانت ذرى. ما معنى الذرى؟ الإبل إذا شبعت ظهر ذلك على سنامها، ترى السنام من بعيد كأنه راكب عليه غلام، وإنما هو من الشحم والكلى. أطول ما كانت ذرى وأسبغه ذروعا، الضروع يعني مليئة باللبن، وأمده خواصر أي أنها شبعت، ظهر الشبع حتى في خواصرها وجنوبها. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يكذبونه
لا يؤمن به ربا فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، أي يصيبهم الجدب والقحط وتموت، يموت مالهم زرعا أو ضرعا، لا يبقى معهم في أيديهم شيء من مالهم. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا به، وهذا من عظيم البلاء. ويمر بالخربة، المكان الخراب، فيقول أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. النحل الآن مملكة عظيمة وعجيبة، الملكة فيها كم ملكة؟ أين النحالون؟ واحدة، والشغالات كثيرات، والذكور كثر، وهم اليعاسيب. اليعسوب ذكر النحل. الآن الملكة إذا أرادت التفقيس ارتفعت إلى الأعلى، ولحقها من؟ اليعاسيب يتبعونها ليلقحوها. شبه صلى الله عليه وسلم اتباع هذه الكنوز للدجال كاليعاسيب إذا اتبعت الملكة لتلقحها، فصلوات الله وسلامه عليه. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، هذا الرجل الشاب المؤمن الموحد يكفر بالدجال، يكفر به، فيرغبه الدجال: إن آمنت بي عطيتك ومديتك وفعلت لك، يرغبه فيزداد كفرا به، فينتقل من الترغيب إلى التهديد والترهيب إلى التشديد، فيثبت هذا الشاب على إيمانه، فيضربه بالسيف فيجعله جزلتين قطعتين، ويجعل بينهما رمية الغرض. إذا رمى أحدكم غرضه بيده أو بسهمه، أي مسافة طويلة، فيذهب بينهما ذهابا وإيابا، ثم يقول: عد كما كنت. يدعوه فيقبل هذا الشاب، يري الناس أنه قتله ثم أحياه، لأن المحيي المميت عند الناس هو الله. لكن هذه من المخاريق ومن البلايا التي يؤيده الله بها ليمتحن به الخلق. يتهلل وجه هذا الشاب كأنه مذهبة، يضحك، فبينما الذي يضحك الدجال: أني أحييته ثم أمته، فبينما هو كذلك، بينما هو كذلك، يبعث الله المسيح ابن مريم. ما معنى يبعثه؟ أي ينزله من السماء، لأن الله رفع عيسى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إني متوفيك ورافعك إلي. فينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ولم تزل المنارة موجودة في شرقي دمشق، بين مهرودتين، أي بين ثوبين مصبوغين بالورس والزعفران، سترا له من أستار الجنة، واضعا كفيه الأيمن والأيسر على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر من الجنة، أي من ما فيها من النعيم وأثر الرطوبة والخير. إذا رفعه تحدر منه الجمان كاللؤلؤ، أي من روح الجنة ونعيمها. قال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. يجد ريح نفس، أي ارتداد نفس وشهيق وزفير عيسى، إلا مات. أين ينتهي نفسه؟ حيث ينتهي طرفه. يمتد نفس عيسى إلى منتهى نظره ببصره، فيطلبه. يهرب الدجال إذا علم بنزول عيسى، فيلحقه عيسى ويجري وراءه ويطلبه حتى يدركه بباب لد في شمال غربي بيت المقدس، يسمى باللدد،
يسمى الموضع الآن باللدد، فيقتل عيسى ابن مريم المسيح الدجال. كيف يقتله؟ مر علينا في الحديث أنه إذا أدرك عيسى الدجال بباب لد فرأى الدجال عيسى انذاب كما ينذاب الملح في الماء، وهذا يدل على أن طبيعة الدجال غير طبيعة البشر، فيطعنه عيسى برمح في لبته فيقتله قبل أن يذوب، ثم يرفع ذؤابة الرمح إلى الناس يريهم أثر دمه وأن الله أراحهم منه. هذا منتهى فتنة الدجال. وستأتي في الأحاديث الأخرى تنويع لذكر فتنته وخطره وعظيم ابتلاءه. ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما عصمهم الله منه. بماذا عصمهم الله؟ بالإيمان، بالتوحيد، بالاستمساك بدينهم، بعدم الشك والريبة في ربهم. فيمسح عن وجوههم، إما أنه يمسح عن وجوههم ليبارك لهم الوجوه التي أبت أن تخضع وتسجد وتؤمن وتقر إلا بالله ربا. وقيل إنها كناية عن أنه يكشف ما بهم من الخوف والرهبة والشدة من عظيم فتنة الدجال. ثم يحدثهم عيسى بدرجاتهم في الجنة، لأن عيسى نبي يوحى إليه، لكنه إذا نزل نزل تابعا عاملا بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فبينما هو كذلك ويعيش مع المؤمنين، يصلي خلفهم خلف المهدي، يجاهد معهم الدجال وأتباعه، يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. بينما هو مع المؤمنين في هذه الحال الهنيئة، إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي، أي خلقا من خلقي، لا يدان، أي لا قدرة ولا قوة لأحد بقتالهم. فدل على أن الكافر كالمؤمن، كلاهما من عباد الله. الكافر عبد لله والمؤمن عبد لله، وهؤلاء هم يأجوج ومأجوج، ولا قدرة ولا يدان لأحد بقتالهم لأمرين: أولا لكثرتهم، وثانيا لقوتهم، وثالثا لشدة كفرهم وعنادهم. قال: وهم من كل حدب ينسلون، كما قال جل وعلا: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، من كل مرتفع ينسلون، أي من كثرتهم. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، هذه البحيرة يصب فيها أنهار نابعة من لبنان ومن جبال سوريا، تصب في هذه البحيرة الحلوة، وهي بحيرة كبيرة شمال البحر إيش؟ الميت، ولا جنوب البحر الحي؟ ها؟ شمال البحر الميت. فيشربها فلا يبقي منها قطرة ماء لكثرتهم، فيمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه أي بهذه البقعة مرة ماء. ويحصر نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه، أي المؤمنون، يحصروا في الحصون في الجبال من هؤلاء الخلق العظيم أجوج ومأجوج. من هذا الإحصار والحصار يغلو عندهم رأس الثور. من منكم يأكل رأس الثور؟ ما أحد يأكله. أحد منكم يأكل رأس البقرة، رأس البعير، رأس الغنم؟ أحيانا من الترف يأكلونه، لكن من شدة حصار يأجوج ومأجوج لعيسى وللمؤمنين يصبح رأس الثور الذي لا يؤكل في هذه الأزمان يكون لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم. 100 دينار ذهب، مبلغ عظيم، واليد تقطع في شريعة الإسلام بكم؟
بربع دينار. فإذا حصل البلاء والحصار والأذى من هذه الأمة يأجوج مأجوج، يرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله دعاء وابتهالا وضراعة أن يكفيهم شر هؤلاء، فيرسل الله على يأجوج ومأجوج النغف في رقابهم، دودة كالدود الذي يكون في أنف الإبل وفي أدبارها يشبه القراد، يجعلها الله في رقابهم فتمتص دماءهم إلى أن تهلكهم، فيصبحوا فرسا أي موتا وهلكا كموت نفس واحدة، يموتون في وقت مقارب بهذه الدويبة دويبة النغف. ثم يهبط نبي الله عيسى، ينزلون من حصونهم ومن أماكنهم العالية التي حصروا بها إلى الأرض، فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، دل على كثرة عددهم حتى ملأت الأرض من أنتانهم وأجسادهم وروائحهم وروائح جيفهم. فيرغب نبي الله عيسى والمؤمنون معه إلى الله أن ينظف الأرض منهم، لأنهم عجزوا عن تنظيفها لكثرة أعدادهم، فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت. ما هي البخت؟ ها؟ أي إبل؟ الإبل الأعجمية، لأن الإبل نوعان، إبل عربية ذات السنام الواحد تسمى الإبل العراب، والإبل البخات ذات السنامين ورؤوسها كبيرة تسمى هذه البخت، كما قال عليه الصلاة والسلام في صنف النار رؤوسهن كأسنمة إيش؟ البخت. والبخت هي الجمال الأعجمية، يبعث الله طيرا رؤوسها رؤوس الجمال كأعناق البخت ورقابها طوال، فتحمل هذه الأجساد أجساد من؟ وأنتان يأجوج ومأجوج، فتطرحهم حيث شاء الله أي تنظف الأرض من هذه الأجساد النتنة وزخمها وزهمها. ثم يرسل الله مطرا لا يكن أي لا يحجب عنه بيت مدر ولا ميت وبر. ما الفرق بين ميت المدر وبيت الوبر؟ ويت الوبر الخيام من صوف الغنم ووبر الإبل، وميت المدر ما صنع بالطين والإسمنت والرخام والخشب، أي أن هذا المطر يعم الأرض كلها لكثرته وبركته، فيغسل الله الأرض حتى يتركها كالزلفة، وفي رواية كالزلقة أي كالمرآة نظيفة طاهرة من هؤلاء الأجساد النجسة وزخمها. ثم يقال للأرض، من يقول لها؟ ربي جل وعلا، أنبتي ثمرتك أو ثمرتك، أي أعيدي البركة. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة. العصابة يا أخواني الجماعة الكثيرة، تكفيهم الحبة الواحدة من الرمان، لأن الله طرح في الأرض البركة، ويستظلون بقحفها. الرمانة الآن أعلاها الذي يتصل بالشجرة يسمى قحف، من عظمها يستظل هؤلاء العصابة بقحف الرمانة. ويبارك في الرسل أي في الحلبة، رسل الناقة حلبها، حتى إن اللقحة أصل اللقحة عند أهل الإبل الناقة التي فيها حليب ولا اللي ما فيها حليب؟ ها؟ هذا راعي إبل. اللقحة عند العرب لا حليب فيها، لأنها غرزت أي امتنع من حلبها. لماذا امتنع من حلبها يا أخواني؟ حتى تنتج البويضة ليطرقها الفحل فتحمل،
وإنما تسمى اللقحة للناقة الحلوب والناقة الولود، لأن هذه الناقة إذا حملت ولدت، إذا حملت أنتجت، فتكفي اللقحة من الإبل الفئام من الناس، أي الجماعة الكثيرة. الآن يا أخواني، هذا سؤال لمن يشرب حليب الإبل. إذا كان الإنسان جوعان وعطشان وحلبت له ناقة، قد لا تكفيه، أليس كذلك؟ يشرب الناقة كلها، يشرب الحليب الرسل كله. فإذا كانوا شبعانين ويريدون أن يتفكهوا بحليب الإبل، حلبت لهم رسلا قسموه بين اثنين أو ثلاثة. يقول عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمان الذي تعاد فيه للأرض بركتها، الرسل أي الحلبة الواحدة تكفي الجماعات الكثيرة، كما أن الحبة من الرمان كفت العصابة، وحتى تكون إيش اللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس، بقرة واحدة تكفي القبيلة في طعامهم لبنا وزبدا وروبا، واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس، الفخذ يعني إيش؟ فخذ القبيلة أي الجماعة الكثيرة من القبيلة. فبينما هم كذلك بعث الله ريحا طيبة، هذه الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين، فتأخذ المؤمنين تحت آباطهم، تأتيهم من تحت آباطهم أي من جنوبهم، فتقبض روح كل مسلم. جاء في الحديث تدخل هذه الريح جوف الجبل لتقبض المؤمن، ولا تقبض الريح الطيبة إلا المؤمنين. هذه الريح هل هي مثل الدخان؟ الجواب لا، الدخان عذاب، والعذاب لا يصيب من المؤمن إلا كالزكام من أحدكم. أما هذه الريح تقبض أرواح المؤمنين، أي تكون سببا في قبض أرواحهم، لأن قابض الأرواح من هو؟ ملك الموت، في ألف لام ميم تنزيل، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. قال ويبقى في الأرض شرار الناس، من شرارهم؟ المشركون والكفرة، يتهارجون تهارج الحمر، أي ينزو بعضهم على بعض ويتناهقون ويتخاصمون كالحمير، فعليهم تقوم الساعة، على هؤلاء الشرار تقوم الساعة. هذا هو حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه الطويل في وصف ثلاث آيات، أعظمها الدجال، ثم نزول عيسى، وخروج يأجوج ومأجوج، والأحاديث نكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وإلى ما تيسر من الأسئلة، والله ولي التوفيق وهو المستعان سبحانه وتعالى. سائل يقول جاء في حديث النواس بن سمعان أن نفس عيسى عليه السلام يقتل كل كافر، وأن نفسه ينتهي إلى منتهى طرفه، فهل يعني هذا أن الله سيهلك الكافرين جميعا في زمانه ولا يبقى إلا الموحدون؟ لا يا أخي، معنى ذلك أن من وجد ريح نفس عيسى من الكفار ملك مات، أما البعيد الذي لم يبلغه ريح نفس عيسى لا يموت. والمراد بهؤلاء المشركين الذين يقاتلون مع الدجال. يقول أخونا هناك طيب الدجال ليس كافر؟ الدجال كافر ولا ما هو كافر؟ كافر، لماذا لا يموت؟ لأن الدجال أبقاه الله ليقتله عيسى، وهذا دليل على أن طبيعة الدجال ليست كطبيعة سائر الأدميين من الكفرة، والله أعلم. كيف نجمع بين انتهاء الكافرين وموتهم وبين كثرتهم وغلبتهم في العدد على المسلمين عند القيامة؟ لو حضرت الدروس من أولها لجمعتها، ولما حصل عندك هذا الازدواج. أليس في الدروس أولها أن الفتن تكثر
والملاحم تكون بيننا وبين الكافرين حتى يتم الأمر بالمهدي وينزل عليهم عيسى إذا خرج الدجال فيضمحل الكفر، ثم يعيد الله للأرض بركتها ويعيش المؤمنون ويبقى في أنحاء الدنيا أنزاع من الكفار إلى أن تقبض الريح الطيبة أرواح المؤمنين، ويبقى في الأرض شرار الخلق يتناسلون وعليهم تقوم الساعة. والله أعلم. يقول: في الحرمين الشريفين يشق علينا مواصلة الصفوف حتى تكاد تفوتنا الركعة الأولى أو الصلاة، ما العمل؟ بكر إلى الصلاة ولا تفوتك إن شاء الله، أما تأتي عند الإقامة نعم، وأنت مأمور بإتمام الصف الأول فالأول. والله أعلم. تقول: أنا امرأة حامل في الشهر الأول وأريد أن أسقط حملي لأني متعبة وأرد بعملية جراحية ولا أستطيع، فهل يجوز ذلك؟ لا، ما يجوز ذلك، ما يجوز لك ذلك، فأبقي حملك ولو ولدت بعملية جراحية، أسهل ما في العملية الآن القيصريات، واحمد الله عز وجل على أن الله رزقك الحمل. كم من امرأة عقيم عاقر لا تستطيع أن تلد، وإني فالله في الناس في عجب، اللي عندهم عيال ما يبون العيال، واللي ما عندهم يبون العيال، ونحن في النساء في شأن عظيم ترى، خصوصا في باب الزينة، المرأة إن كان شعرها طويل قصته، وإن كان قصير وصلته بالباروكة وبغيرها، صح؟ وإن كان الشعر ناعما جعدته في المشاغل، وإن كان مجعدا ذهبت تفرده، فإنا وإياهم في شأنه. والعجب والعتب ليس على المرأة وإنما على وليها، هذا الذي تقوده كما تقود البهيمة. والله أعلم. ما هو فضل الملتزم وما إن تعذر الوصول إليه؟ الملتزم هو المكان من باب الكعبة إلى الحجر الأسود، هذا الملتزم، وهذا من أشرف مواضع الكعبة. أشرف موضع في الكعبة إين؟ الركن الذي فيه الحجر الأسود، ليس اليماني، الحجر الأسود. ولهذا هذا الموضع الذي استلمه نبينا وقبله ووضع خده وجبهته عليه وسجد عليه واستلمه بمحجن معه، يليه الركن اليماني، يليه الملتزم من الباب إلى الحجر. قال فيه عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو صحابي جليل: هذا موضع سكب العبرات وإقالة العثرات، لأنه كالباب إلى بيت الله. ومع ذلك لم يأتي في فضله حديث خاص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتيسر للإنسان الملتزم لزحمة الناس لا يزاحم ولا يدافع، صلاته وطوافه أفضل له من التزام هذا الملتزم. والله أعلم. اشتريت أرضا فلاحية أو فلاحية لغرض التجارة العقارية لمدة سنة فلم تباع، وعندما تباع بعد سنوات كيف تكون الزكاة عليها؟ كلما مر عليها حول أي عام هجري وأنت ناوٍ بيعها ففيها الزكاة بقيمتها. اشتريتها ناوياً بيعها ما جابت اللي بخاطرك، اشتريتها 10,000 فلما عرضتها جابت 100,000 وأن طماع تبغى مليون، فأول سنة جابت 100,000 زكي 100، السنة الثانية جابت 50 زكي 50، السنة الثالثة جابت 500 زكي 500 إلى أن تبيعها. إذن تزكيها كل سنة بماذا؟ بقيمتها التي تستحقها عند أهل الخبرة بتثمينهم إياها، سواء وافقتك فيما تشتهي من البيع أو لم توافق،
لأنها أضحت من عروض التجارة. وقد روى أبو داود من حديث سمرة رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع. لن أجيب إلا سؤالا مكتوبا، هل يجوز لامرأة أن تعتمر لزوجها وهو مريض؟ نعم يجوز لها أن تعتمر عن زوجها وهو مريض إذا كان المرض مرضا ملازما. أما المرض العارض زكام، كسر في الرجل في اليد، فهذا يزول ولا يعتمر أحد عن أحد ولا يحج عن أحد عن أحد. أما المرض الملازم كجلطة أو مقعد أو عاجز فهذا الذي يحج عنه ويعتمر بشرط أن يكون هذا الذي يريد أن يؤدي العمرة سبق أن اعتمر عن نفسه أو حج عن نفسه. سائل يقول دائما أدعو ربي بأن يرزقني الرزق الحلال الواسع وأن يرزقني برزق أولادي، لكن الأمور تسير عكس ما تمنيت، والله جل وعلا يقول يرزق من يشاء بغير حساب. نعم صدق ربي جل وعلا، فالبلاء فيك أنت، النقص فيك أنت، العطب فيك أنت، فتش عن نفسك لماذا تدعو ولا يستجاب لك. إما تعجل، والله جل وعلا يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، دعوت دعوت ولم يستجب لي، هذا يتغلى ويتحكم ويتشرط على الله عز وجل، أو أن مطعمك فيه ما فيه من الاشتباه والحرام. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يمد يديه يسافر أشعث أغبر يا ربي يا ربي، مطعمه إيش؟ حرام، مكسبه حرام، غذي بالحرام، أنى يستجاب لذلك؟ أو أنه يدعو بإثم، فإذا دعا بإثم لا يستجاب له، أو أن الله امتحنك أخر عنك الجواب وإجابة الدعاء لينظر ما تصنع، أتمل؟ فالله لا يمل حتى تملوا، أو تقنط وتيأس وأنت تقع عندئذ بأشنع مما وليت به من أن الأمور تسير عكس ما أنت فيه. إذا فتش نفسك واعلم يا أخي أن النقص والعيب فيك لا في إجابة دعاء ربي، فإن الله جل وعلا وعد ولا يخلف وعده، يرزق من يشاء بغير حساب، ووعد من دعاه أن يجيبه، وإذا سألك عبادي عني فإني بعيد. يا جماعة فإني إيش؟ كيف قريب وهذا يقول دعوت ما استجاب لي؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وش قال؟ فليستجيبوا لي، أي بأن يعبدوني بالدعاء، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإليك هذه البشرى من النبي عليه الصلاة والسلام، الله يدعوه البر والفاجر ويدعوه المؤمن والكافر، فيعجل دعوة الفاجر والكافر ويؤخر دعوة المؤمن. لماذا؟ لأن الله يحب أن يسمع إلحاح عبده عليه، يكرر عليه الدعاء، كلما كرر وألح كلما صفت عقيدته وصحت نيته وكمل بالله تعلقه. وأنت أيها الداعي إذا دعوت فأنت رابح لست خاسر. قال صلى الله عليه وسلم إما أن يستجيب الله دعوتك أو يدخرها الله لك، متى؟ في البنك. يدخرها الله لك يوم القيامة، أحوج ما تكون إلى هذه الدعوة، ربح ولا خسارة؟ أعظم ربح. أو الحالة الثالثة أن يدفع الله عنك من البلاء مقابل هذه الدعوة، أي بقدرها. إذن لا تيأس ولا تقنط، وأبشر بربك خيرا إن حسن بالله ظنك وصح بالله اعتقادك
ولم تجتاج لك الشياطين حتى تقذف فيك هذه الشبهات وهذه الشكوك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.